لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. الآن نتحدث على استمرار غياب رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ظهر يوم 13/12، اليوم 27، يعني رانا غدو 15 يوم من نهار اللي ظهر الرئيس، يعني ومن نهار اللي قالت رئاسة الجمهورية في بيان بأنه سيعود في الأيام القادمة كان نهار 30 نوفمبر، الآن قريب شهر. وقلت لكم في ذلك الوقت أنه قضيت أيام قادمة عندما تتجاوز أسبوعين تولي أسابيع، معناها الرئاسة الجمهورية آنذاك كانت عندها معطيات معينة. شوف، إما كانت تكذب وتظل وترمي هكذا وتطرش كما نقولوا، هذه النقطة الأولى، أو أنها كانت عندها معطيات أن الرئيس يرجع وبعد انقلبت الآية لأسباب ما، أسباب سياسية، أسباب أمنية، أسباب صحية وحسابات أخرى. هذه الحقيقة. الآن الرئيس بقاو 3 أيام على نهاية السنة، لم يوقع قانون المالية حسب المعطيات التي عندي، من المفروض يوقعها قبل نهاية السنة. ترى هل الرئيس سيعود في 3 أيام هذه أم لا؟ إذا ما رجعش في 3 أيام هذه معناها أن الرئيس لا يستطيع أن يمشي، لأن الوجه اللي ظهر بها المرة اللي فاتت والصورة اللي تكلم بها انت قادر يوقع، قادر يهدر، قادر. إذن القضية تتعلق بأنه ما يقدرش يمشي، أنه عنده مشكل في المشي، ما يقدرش يمشي. هما حابين يدخلوه، ما كان يجيبوه غدوة ويظهروه غير في كرسي يوقع، أو لازم له يوقف يصور مع الوزراء كي يوقع قانون المالية، ما يصوروش كيما بوتفليقة هو قاعد. إذن الغياب الرئيس يضع علامة استفهام. الرئيس آخر ظهور لي قبل مرضه كان 15 أكتوبر، الآن يا جماعة رانا في شهر نواش، رانا في 70 يوم. الرئيس غائب، كسر الغياب هذاك بظهوره في ذلك الفيديو، وأنا أعطيتكم معلومات ذلك الفيديو. هل المعلومات اللي عندي تقول أنه في فيديو آخر أرسل إلى الجزائر وتم تصويره وأرسل إلى الجزائر ولم يتم بثه، وكانت هناك توجهات واضحة جدا، وأنا أقولها لكم عودة نزار أصلا تؤكد على أن المعلومات اللي كنت نعطيكم فيها أنه كان المعسكر متجهين إلى عزل الرئيس، ولكن كانوا يحضروا في الأرضية مع دوائر خارجية مع فرنسا مع هذه الأشياء. أنا أقولها لكم لأنه النظام في الجزائر لا يمكن أن يقدم على شيء بدون العودة إلى الإنجليزي. المرة الوحيدة التي تصرف فيها النظام الجزائري بدون العودة إلى الإنجليزي كان في عهد القيصر فقط، تلك المرحلة الاستثنائية وأيامات لما كان عهد بومدين. من عهد بومدين تكرر الأمر في عهد القايد صالح وبعد ذلك اختفى الأمر. لذلك أنا أقول لكم كانوا رح يعزلوه. عودة نزار يوحي إلى الطبخة، ورح نرجع لكم إلى قضية عودة خالد نزار. إذن غياب الرئيس عليه علامة استفهام. الرئيس الآن يا أخي ظهر، لماذا لم تظهر أي صورة لحد اللحظة؟ ما زاروش حتى مسؤول، رغم أنها فيها معلومات أنه حتى شنقريحة تنقل عنه، هذه معلومات جديدة. قبلها تنقلوا الأمين العام لوزارة الدفاع، وأطلقوا مسؤولين أمنيين من المؤسسة العسكرية، لكن أين الوزراء؟ كيف وزير خارجية ما يزورش الرئيس تاعو؟ كيف رئيس الحكومة ما يزورش الرئيس؟ لهذه هو الرئيس يقول راني نمارس في مهامي. واليوم راه هو اتصل بها نهارات، كل مره جاه اتصال هاتفي يرد معي، يا سيدي اتصل به الوزير الاولي دعم الحكومه بيان تقول بلي راه الوزير الاولي اليوم تواصل معاه، كي يهضر في التليفون ما يقدرش يهضر معاه بسكايب، ويقولوا ما يقدرش رئيس الجمهوريه يعقد مجلس وزراء حتى سيدي عبر الفضاء الافتراضي هذا فيديو كونفرنس، ما يقدرش. ما هو السر؟ ما هو السر يا جماعة؟ ما هو السر أن رئيس الوزراء ما لهذه اللحظة ما راحش زار الرئيس الجمهوري؟ هاك أنت راهو هو رئيس الحكومة نتاعو ينفذ في برنامج، والرئيس يقول راني أعطيت أوامر لاجتماع الحكومة، كيف أعطى لهم الأوامر هذه؟ هل تواصل مع رئيس الوزراء؟ هل جهة أخرى تواصلت باسمه؟ ختم الرئاسة عند من؟
هل اداه معاه ولا مازال في المكتب؟ على فكره رئاسه الجمهوريه راهي كيلكوري درك، راهي فارغه، ما تقدر دير حتى شيء. رئاسه الجمهوريه ارجعوا للصفحه نتاعها، غير استقبل استقبل، هاهم داروا هذه تاع الحفل تاع توزيع الجوائز هذه تاع اول نوفمبر، هاهم حضروا بعض المستشارين لرئاسه الجمهوريه، مستشار في التاريخ ومستشار في الدبلوماسي والسياسي وكذا وكذا، هالمستشارين هاهم ظهروا كان درك في توزيع الجوائز. وين راحوا؟ الوضع غير طبيعي. إذا كان ظهور الرئيس ظهر فقط لتكسير شيء ما، وأنا قلت لكم الشيء الذي ظهر من أجله الرئيس وأراد تكسيره هو مشروع عزله عن طريق المجلس الدستوري، وكانوا يحضرون إلى مرحلة انتقالية. ترى إلى ماذا يحضرون؟ أنا أجزم لكم أن المرحلة الانتقالية النهائية ما هم رايحين لها. المرحلة اللي استمرار على ما كان عليه رئيس الجمهورية يقول ما راح الجزائر الجديدة والحكايات هذه، ما كانش راح يروحوا شبه مرحلة انتقالية. كيف ستظهر؟ ستظهر ملامحها بعد عودة الرئيس. الأمور ليست طبيعية. ما تعهدت به المؤسسة العسكرية في عهد القايد صالح انتهى بمجرد عودة خالد نزار. واللي يقول لكم غير هذا يكذب عليكم. الحراك الشعبي في تلك المرحلة، ونقول الشعب الجزائري خرج كله، الشعب الجزائري ما خرج فقط ينهي العهدة الخامسة ويدخل بعض الوزراء للحبس وبعد يبدو يخرج واحد بالواحد وواحد والله أعلم ربما فيهم اللي خرجوا في السر وما نعلموش فيهم. ما خرجش من أجل هذا فقط تنهي لي العهدة الخامسة وتجيب لي نفس يتغير غير الرئيس وهاي قاعدة كما رانا في عهدة خامسة بطريقة أخرى. الرئيس ما كانش غايب، راه 70 يوم هو ما كانش. كارثة. ما هكذا الدولة تسير، ما هكذا الدولة تسير. مرحلة حساسة، وهو الرئيس اللي دخل قال بأنه قبل نهاية السنة قانون الانتخابات والحكايات هذه، وين هو اللي قالوا في الخطاب نتاعو المرة اللي فات؟ الوضع غير طبيعي يا جماعة، واللي يقول لكم الوضع طبيعي يكذب عليكم. من المفروض، لكن شفتوا لما كان بوتفليقة يمرض يتنقل الوزير الاول يديروا بيان، زار اليوم الوزير الاول احمد ويحيى وبعد حتى عبد الملك سلال، راح له حتى القايد صالح الله يرحمه، راحوا له التقوا خرجوا لنا بصور. لماذا رئيس الجمهوريه ما يروحولوش؟ علاش؟ علاش للحظه هذه من نهار 13 لليوم 27 15 يوم ما ظهرتش ولا التقى مع مسؤول جزائر؟ وشنو هذا؟ هناك قراءات، اما ان الرئيس زاد الدهور وضعه الصحي والحكايات هذه نتاع التليفونات ومحمود عباس وغيره وغيره وغيره، او قادر راقد في الفراش يرد على محمود عباس والحكايات هذه والسيناريوهات هذه كلها راهي قادر تطبخ حتى مع الدول الاخرى مقابل صفقات ومقابل اشياء اخرى سهله. هذا او انهم ما خلوهش يرجع، قالوا له ما ترجعش، وهذه اللي قلتها المره اللي فاتت، قلت لهم قالوا له اقعد حتى نطبخوا الطبخه مليح. وعاوده خالد نزار ماهيش طبيعيه. وكنتوا تشوفوا قبال الناس تحللوا مذكره توقيف دوليه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.